حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج من داخل العراق، تقدرون تتصلون بنا من زاخو حتى الفاو على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فبأي لحظة من لحظات البرنامج تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أدكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال، يعني إن حبيت تدق علينا ونسمعك مكالمة هاتفية ونسمع صوتك ونتشرف فيك ونسمع رأيك بالموضوع اللي راح نحكي به اليوم، ذني الأرقام اللي تشوفها أسفل الشاشة تقدر تتصل بها. أما ما قدرت تتصل بينا لأي سبب من الأسباب، الأرقام مشغولة، ما عندك رصيد، ما عندك وقت، أنت بالشغل، تقدر تدزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك على هذا الرقم حتى نعرف أنه من وين جتنا ومن منو. فأتمنى أنه تكون الرسالة مكتوبة، لأنه هذا الرقم اللي تشوفه لا أقدر أستقبل بي اتصال ولا أقدر أستقبل بي رسالة صوتية ولا أقدر أستقبل بي فيديو، لأنه الجهاز اللي موجود جوا إيدي ما مربوط على الشاشة بحيث أقدر أطلع ذني الأشياء، فأعذروني إخواني الأعزاء، فقط رسائل هذا الرقم. قبل ما نبدي الحلقة نحب نذكر السادة المشاهدين أنه إحنا كقناة الرافدين بثنا راح يتغير من نظام الأزدي، هو النظام القديم، إلى نظام الأجدي. إذا أنت لحد الآن تشوفنا على شاشة التلفزيون كصورة صغيرة مواضحة، فأنت بعدك على نظام الأزدي. كل اللي ريده من عندك أنه تلزم ريموت التلفزيون تسوي بحث جديد على نفس الرقم 10727. هذا البحث لما تعيده من جديد هو مباشرة راح يغير نظام القناة يمك من نظام الأزدي إلى نظام الأجدي. ما يحتاج تمسح القناة وتسوي بحث، ما يحتاج تسوي شيء جديد، كل اللي عليك التردد نفسه مال القناة تفوت عليه وتسوي إعادة بحث، هي مباشرة راح تتغير من نظام الأزدي إلى نظام الأجدي حتى تشوفنا بصورة أوضح وأحسن. مشاهدينا الكرام، الموضوع اللي نريد نحكي به هو الفقر. قبل ما نحكي بالأرقام أتمنى أنه أنتم تباعون ويانا هل برومو صغير عن الفقر بالعراق حتى نحكي بالأرقام اللي نريد نقولها وراء هذا الشيء. تابع سوا. تعبانين وكذا، ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله، وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر عليه تعالى. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبة، اقولها كذبة يعني. هذا البلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق، تجي قد تطيح رواتب؟ نطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفعنا ويشفع كل شعب العراق، هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله، وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني، بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخلي بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده، يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا خليني، ثمان لا أنا أقول لك يا خليني، لأني أروح نهار واقع والله، أنا تعبان. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله من جديد. صدق الفقر كذبة بالعراق؟ لا
بالنسبة إلى العراق ينطي أكثر رواتب بالعالم، نعم صحيح، لأنه الأستاذ أو السيد هادي العامري نسى رواتب البرلمانيين والحمايات مالتهم والرئاسات الثلاث والمدراء العامين والفضائيين و و و و و و والقائمة تطول. أما بالنسبة للتقاعد أيضا هو همين نسى تقاعد البرلمانيين والسياسيين وغيرهم، وأيضا اللي بيهم ياخذ له 3 و4 و5 و6 رواتب، هاي كلها ناساها. فطبعا احنا اكثر بلد يطي رواتب، اما الموظف العادي فهو مدى يحصل راتب، المواطن العادي مدى يحصل، ابن الخايبه مدى يحصل، اللي يريد رعايه مدى يحصل، هالمواطن اللي طلع بالبرومو ويقول انا عندي هاي الوجبه اخليها بين العصر والمغرب حتى هي هاي تكفيني، وسمعتوا هذا حال المواطن. أبو قحطان من صلاح الدين حياك الله. الله يسلمك العزيز، شلونك أمورك أحوالك؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك يا طيب، إحنا حالنا مو خوش حال يا عيني. نعم. أنا من ناحية يثرب أبو قحطان ساكن بالمخيم مال عربد، الحكومة الكاظمي على من ساي الرئيس والشعب ماله هايت وكسرنا البريد. والأطفال وطبعا علينا المطر صار بهذا اليوم 6 أيام تمطر علينا، مخيم عربد 2000 عائلة مخيم عايشي. احنا نازحين من صلاح الدين ناحية يثرب، ومنطقتي مفتوحة ارجع عليها، ارجع البيت مالي مهدم وارجع هنا وضليت حاير، والمناطق والبساتين مالتنا همدتها المجاورين لنا وجابوا داعش هاي خطة على المناطق السنية، سقطوا المناطق السنية ودمرونا وهيتونا بالمخيمات وراح علينا وسياراتنا ومالنا كله راح. لا حكم الكاظمي صافي مدش بيه، لا مدش شلون صار الرئيس عمي عوض النازحين رجع العالم وكسل هالبريد. واليوم الأطفال موتونا 4 أطفال من البريد الثلج والمي المطبع علينا، صار المي راح بالخيم بكاف العمر كذا. أنا هسه عمري صار 44 سنة، ضيعت عمري صار 8 سنين نال الحكومة الصد علينا إلى المخيمات النازحين بكافي، بزعنا بزعت أرواحنا أطفالنا. عمي أنطيني عوضني ورجعني على ديارنا على مناطقنا، مناطقنا مفتوحة بس بيوتنا مهدمة، شلون يوم يومين نبقى العمر هنا؟ نعم حاتيني فهمني شلون، حاتيني يا استاذ ابو قحطان. يعني شريد اقول لك، هل هو الامر بيدي؟ هو الامر انت، مو الامر بيدك يا عيني، بس الكاظم ما يسمع صوتنا الكاظمي من الاحنا لا تقربنا. اذا ابو قحطان انت تريد من اللي حاكيك؟ مو اني ولا ابن ديرتك، انت تريد اللي حاكيك واحد مسؤول، واحد لازم الشأن، أبو المحافظة، أبو الإسكان، أبو إعادة الأعمار، أبو النازحين، أبو رئاسة الوزراء، هذا اللي لازم يحاكيك ويجاوبك. أستاذ بيوتنا الحكومة هدمتها، ما داعش ندم قدامنا من 2014، إحنا هنا محطوطين بالمخيمات بكافي بزعت أرواحنا. نعم. بكافي يا كاظم الله لا يرضى عليك. بكافي يا أستاذ. بزعت ارواحنا هسه هالبرد كتلنا، هذا المطر صار اسبوع المطر يطب علينا، وسوى الحجيه ذب، والحجيه اليوم صبحت وحده ميته بقاطع 8 وخذوها الناحيه يثرب دفنوها جو، وموتونا اطفال تقريبا 5 أيام من البرد والمطر، لا نفط لا غذائيه لا شيء لا شغل، متنا لا يعوضونا يرجعونا على ديارنا. الكاظمي ما ادري شو الكاظمي حاكمته ايران، ما يقدر لا يتحرك ولا يجي. نعم يا أستاذ بكافي، مقضى العمر قضى كافي بكافي. سرنا تورطنا، لا سرنا احنا تعال لا شيعة وياهم، لا ما بكافي. نعم. شكرا لك ابو قحطان. رساله من ابو قحطان احد نازحين ناحيه يثرب في محافظه صلاح الدين الى كل من يهم الامر، او كل من مو يهم الامر، كل من يقدر يساعد بهذا الامر في إعادة النازحين وتعويضهم عما خسروا في مدنهم ومناطقهم وأماكن سكنهم. سعد من الكويت حياك الله.
حياك الله الدوم أستاذي، ولكن أنا لي عدة ملاحظات يا أستاذي الكريم. أولا نطلب من شخصك الكريم الدعاء للطفل ريان من المغرب، ونتمنى له الصحة والشفاء والسلامة والرحمة يا أستاذي. نعم. وجهه لشخصك الكريم. أما السؤال الثاني، نرى ساعات فيه تشويش على قناتكم المؤقرة، يعني سابقا من 3 شهور شهرين يعني. الثالث شيء يا أستاذي، أتمنى يا أستاذي أن تكميم الأفواه لا يجوز، يجب الإنسان يعبر عن رأيه، المشاهد والمجتمع والجمهور يعني، فلا يجوز أحد يضيق على المتكلم أو الصحفي أو الإعلامي، لأن هذا يقول رأيه مباح وقانوني. وكذلك أيضا يا أستاذي بالنسبة للديمقراطية وتعبير عن الرأي والحرية الصحفية. الشيء الثاني يا أستاذي، أتمنى أزور جرف الصخر يا أستاذي دهلوك. والشيء الثالث يا أستاذي أيضا، أتمنى يكون يوضع لهم مكان لائق للمقيدين والمعتقلين، ونتمنى من إدارة القسم ينطونهم ما ويحسنوا التعامل معهم. وأنا كذلك كإنسان فقير يا أستاذي لم أرى من نواب شيء من يوم ولدتني أمي. تحياتي لكل البرنامج وللقناة، وشكرا يا أستاذي. حياك الله أخ سعد. بالنسبة إلى الدعاء إلى الطفل ريان، فكل الأمة الإسلامية وكل العالم يتمنى له السلامة، لأنه بالأخير هو طفل، هاي رقم واحد. نتمنى أنه يخرج الطفل ريان من النفق اللي أو البئر اللي انحصر به ويعود إلى أهله سالم غانم. أما فيما يخص التشويش على قناة الرافدين، فهي المفروض تتعود عليها، وإحنا تعودنا عليها من الحكومة العراق، الحكومة في بغداد في محاولتها لتكميم الأفواه اللي أنت ذكرتها. التشويش على القناة اللي ده يحصل هو جزء من أساليب الحكومة في بغداد لتكميم الأفواه في العراق. أما فيما يخص النواب في العراق، أستاذ سعد، النواب العراقيين الشعب العراقي يشوفهم بس قبل الانتخابات. نائب يطلع يصبغ له شارع، الأخ يبلط له شارع، الأخ يجيب مولده بشارع، الأخ يزرع له شارع، والأخ يجي يصبغ الحواف مع الأرصفة والجزرات الوسطية، والثاني يجي يقولهم اعطوني أوراق وأسماء وما أعرف شنو، أنا أوعدكم بتعيينات بس تصير الانتخابات. دب الأوراق بالزبل وقلب بالدخل، احنا نقول العراقيين. محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. اسم الله. لا لا مو حكومة، دول عصابات. هم قضوا على الشعب من 2003 حد الآن. الله هم يرجوه. هذا مخطط إيراني فارسي. هم حاطين يديهم بيد الفرس. كفيلك محمد، دول راضعين ويا إبليس. دول حتى الجوامع بيت الله يجي يفجعوها. يعني يجي يفلشوها. يجي يسووها تكرم بارات ما بارات. حتى بيت الله. بيت الله ما خلص منهم. حمي لا خلص منهم، فقير. لازم قيد. حتى القاعد بيته كفيلك محمد يهجمون هجم البيت عليه هو وقاعد. عمي قالوا كلهم ولائين، ولائين لإيران. ما يريدون العراق يصفوه. لما رأوا البلد رجعوه تحت الصفر. الله ينتقم عليهم. جاء هذا الله. يا ربي أكون زلزال في منطقة الخضراء. يا رب أكون محيهم. محيهم هم وعمايمهم. يطلع هذا يجمعون بالحنانة بالنجف العصابة مختدى الصدر وربعه. الميليشيات وغير الميليشيات. عمي كافي خزيتونا قدام الشعوب. والله كافي كتلت الشعب جوع. روح شوف المناطق السنية كلها مهجرة بالسلوج قاعدين، العالم قاعدة بالخيم ما حد يقول لهم مرحبا. عمي هذا مخطط إيراني ضد السنة. كفيلك محمد كلها ضد السنة. كفيلك الله بس ولا ود الغيرة اللي عندهم غيرة. شوخ العشائر مو حاطين يديهم بيد العجم. وينهم شوخ العشائر الشرفاء من تكريس إلى الأنبار؟ وينهم؟ هجوا عليهم، قبوا على دول الحسالة، حسالة إيران. أحيي قناة الرافدين والكادر، حيكم وحي الشعب العراقي العظيم. تحياتي لك عمري. حياك أخ محمد. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أستاذ أفل، بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم، الفقر اللي بالعراق حتى نكون نحصره من 2003. نعم. احنا ما نقول اكو حكومه استاذ. انا ازعل من واحد يقول اكو حكومه زعلان.
احنا تحت عصابات يا استاذ افل. فمن 2003 ولحد الان هم شوفونا شيء خير، خلي يكون رواتبهم هم بالبرلمان ايش قد راتبهم، قاعدين ومرتاحين وما يسالون على ولد الخايب شلون ياكل شلون ينام شلون مقضى ايامه. عمي صادق الله يخليك، هاي العصابات ما تخلص، لان عصابه تسلم عصابه. وبالنسبه للسيد مقتدى ليش هو من 2003 مو كان جماعته هم بالحكم؟ هاي هالسردي عبد الله ليش ابو عراق هو بيا سنه ما شارك بالحكم على مود تقول لي بال 2003؟ لا ابو استاذ اخر انا قصدي هو جماعته مو من 2003 اللي جاي. نعم مو بصير دوره مال انتخابات يدس جماعته، وين كانوا العد؟ رضع وين؟ شو ما حاسبهم؟ ما حاسب اهل الاسرائيلات اللي كان يزرفون. عمي شاد افل ولو راح شوي اطول عليك، والله العيب في الشعب. كافي يا شعب كافي، ايش تدور بعد 19 سنه يعني شديد بعد؟ نعم مو ملينا يا استاذ افل، مو تعبنا؟ والله تعبنا يا عمي تعبنا، والله ما رضيت لنا حتى طاقه. كافي يا شعب، ترى إذا بقينا هيك يا الله وكيلكم ما نخلص من عندكم. خلي تصير عندنا صحوة. اتذكر ثورة العشرين خلوها ببالكم يا الشعب. وأنا أشكرك أستاذ أفل. حياك الله أخويا أبو عراق. يعني الكل يتذكر لما حكومة مصطفى الكاظمي خفضت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ورفعت الصرف على أساس أنه هي مبادرة من أدها لحل الأزمة. لكن أكو تقرير من الأمم المتحدة أعدته منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، أعدوا هذا التقرير يقولون أنه نسبة الفقر بالعراق راح تزداد. هذا شو وقت من فكرت الحكومة تخفض قيمة الدينار سووا هذا التقرير، يعني تقرير قديم. بس ايش قالوا بذاك الوقت؟ نسبة الفقر راح تزداد من 7% إلى 14%. بذاك الوقت كانت نسبة الفقر بالعراق 31%. إذا زادت 7% يعني 38%، إذا زادت 14% يعني 45%. يعني إحنا دا نحكي ما بين ثلث إلى نصف الشعب العراقي تقريبا هم فقراء. تقرير ثاني يقول 10 مليون عراقي يعني ربع الشعب تحت خط الفقر، مو فقراء لا، جو الفقر. همينة أبو علي من الناصرية حياك الله. الله يسعدك حبيبي، شلونك أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي. الله يخليك أحمد الله وديك، شلونك؟ الله يخلي الزعاي. الله يسلمك يا غالي. موضوع اليمن اليوم، موضوع اليمن، موضوع على الفقر أخوي العزيز، الفقر وأسباب الفقر. ودريد نوصل إلى نقطة، دريد نذكر أنه البطالة هي جزء أو سبب من أسباب الفقر. العمالة الأجنبية اليوم الموجودة بالعراق اللي دا تنافس، مو دا تنافس، اللي دا تأخذ وظائف الشعب العراقي اللي ما دا يلقى شغل، هي جزء من الفقر. بعدني ما حكيت بهم أيضا، الفقر وقضية المخدرات والدخول في جوانب أخرى، ذن كلها متلازمة أو شيء دا يمشي بنفس الموضوع. لكن موضوع الأساسي هو الفقر بالعراق، اللي هو أني دا أريد أذكر أنه الفقر آفة أو هاوية تبتلع نصف الشعب العراقي. أنا أقول لك شيء، شوف أستاذ. نعم. يعني الحل يعني شوف أستاذ، يعني إحنا جاي نحكي وتعب وهاي. الحل العراق محتل أمريكي إيراني. نعم. أنا أعطيك المعلومات، يعني الحل هو ماكو الزبد يعني. وبشرك الإكراد الإسرائيليين، يعني هذا راح يحطونه على أساس هذا مريض، يحطونه زي شو اسمه ديفار، يحطونه على أساس مريض، يحطونه هذا يشتغل لإسرائيل.
تبعية دولة ما أقول إكراد إلما يشتغلون لإسرائيل. أبو علي أبو علي أبو علي إحنا هنا ما نتهم جزء من الشعب العراقي بهذا الشيء، الأكراد هم جزء من الشعب العراقي. لا مو كلهم، مو كلهم، مو كلهم يعني، مو كلهم أقول لك يعني أنا ما أتقبل يعني مو كلهم، بس أكو التبعية يعني جماعك يعني العراق محتل بين أمريكا وبين إسرائيل. نعم العراق محتل أوكي وياك وراها يعني إحنا سنحكي على الفقر. اليوم الشعب العراقي ده يعاني يعاني أقول لك شنو الشعب إلا ما يقوم يعني شوف إلا ما التوالي إلا الشعب إلا ما يقوم قومه على الاحتلال والإيراني يعني لا. الاحتلال والإيراني، الإيراني ياكل بينا، وقف المحابل قتل السمج قتل المظاهرين قتل السنة قتل الشيعة قتل الزراعة قتل يعني ما خلى شيء ما قتله يعني أنا أقول لك إيران سنود يعني ملج يعني شلون إسرائيل يعني نفس الأمريكي فيقول يعني أنا أقول لك هذول كلهم عملاء نعم يعني أنا أقول لك هذا يطلع يعني شوف يطلع يحمل زين يحمل ويطلع عمار الحكيم اليوم تدري شنو يوم مقر عمه محمد باقر الحكيم ماكو يعني يصيح احنا ندافع للشيعة نعم زين هم زين مو قتلوا الشيعة والسنة قتلوا لو ما قتلوا اعطينا مجال احمد الله يديك عليه قتلوا لو ما قتلوا قتلوا من الشيعة قتلوا من السنة يعني المظاهرين من قاموا مظاهرات ما رادوا شيء من محمد زي هم سنة اخواني رادوا يعني شيء بسيط يعني روح موت للسعودية ينزل ربع كهرباء اليوم ماكو كهرباء مو شيء اليوم ماكل مولد الامبير 14 اليوم زين زين خلنا اقول لك زين خلنا بشرك يعني انت شايف لك دوله مهجوره لا كهرباء فيها يعني هذا كلمه عندها هويه امريكيه هاي بعد كم يوم حملوا وراحوا انا ما احكي لك عن الاكراد مو كلهم الاكراد هذول مو بيهم اكو بيهم دوله ماكل روس التبعيه يعني لاسرائيل فاخويا العراق شوف الفاله والمغوار الى ما نقوم على الاحتلال الإيراني والأمريكي إحنا شاء انتهى العراق النوب التبعية أصير النوب النوب يجون إسرائيل ويا فينا النوب يأخذون أراضينا شون زي فلسطين فإحنا ما نسكت إحنا نعم شكراً 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 لك أبو علي وصلت رسالة أبو علي يقول إنه لازم الشعب العراقي كله يتوحد ويوقف وقفة واحدة أو يثور مثل الفالة والمقوار اللي ثاروا بثورة 20 عروس ثورات العراق ضد الاحتلال الإنجليزي. تقرير اللي كنت أتكلم عنه اللي عدته منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي من قالوا أنه نسبة الفقر تزداد 7 إلى 14% قالوا أنه هذا اللي صار يعني هم دي يحكون فقط على تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار. المغزى من عنده أنه قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير زيادة أعداد الفقراء في البلاد ما بين 2,700,000 إلى 5.5 مليون إنسان، دول ينضافون للستة بوينت تسعة 6,900,000 إنسان، 6,900,000 عراقي هم أصلا فقراء. فهذا بذاك الوقت هيك دا يحجون زين. أنا أرد أسأل الفاو وأرد أسأل برنامج الأغذية العالمي وأرد أسأل البنك الدولي، توقيف المصانع العراقية شنو؟ البطالة اليوم اللي موجودة بالعراق شنو؟ العمالة الأجنبية اليوم اللي موجودة بالعراق شنو؟ إضافة إلى ذلك حاجة عوز مخدرات جرائم ميليشيات جرائم قتل جرائم جنائية جرائم يندى لها الجبين. يعني مثلا حادثة جبلة جريمة بكل معنى الكلمة، إبادة لعائلة كاملة، وهي واحدة من الجرائم اللي نشرت وجزء قليل جدا من الجرائم اللي ما نشرت. فهذني كلهن أرد أسأل الفاو والأمم المتحدة ذني ما خليتوها بالحسبان. إضافة إلى ذلك كلكم تتذكرون لما كان على أساس أكو مشروع قرار بالبرلمان العراقي لتخفيض أو إلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين، الكل يذكر تصريح منتشر السامة الرأي
طشتر السامراء ايش قال؟ يقول أنا أرفض وأعارض إلغاء تقاعدي حتى لا يديحون مرتي وجهالي، هيك قالها نصاً. مثل الشعب العراقي أعتذر منكم، بس هذا تصريحه هو موجود بالإنترنت اللي سماه أو وصفه بالبائس. وراها طلع بلقاء يقول خليس مع الشعب العراقي، أنا أقول له بصريح العبارة أنا عارضت شخصياً إلغاء رواتب المتقاعدين والسبب مهم، المتقاعدين من الرئاسات الثلاث، لأنه إلغاء راتبي التقاعدي يعني زوجتي وأطفالي داحوا، مثل ما الشعب العراقي، الكلمة اللي قلتها قبل شوي، الذي أتعاطف معهم. شنو التعاطف اللي توصفته؟ بائس مثلا. وتعرفون ليش يرفض إلغاء راتب التقاعدي؟ لأنه أصلا تقاعد البرلمانيين مخالف إلى قانون التقاعد، لأنه قانون التقاعد بالعراق المدة الأصغرية 15 سنة لظروف قاهرة، وما فوق 20 سنة يقدر يقدم على التقاعد. أما يجي واحد يصير لبرلمان لمدة 4 سنين ويأخذ جواز دبلوماسي وراتب تقاعدي فلكي وجوازه مستمر مدى الحياة، أنه هو دبلوماسي ما أعرف على شنو، وراتبه أخذ على شنو ما أدري. فأرد أسأل سؤال، أنتو كشعب عراقي، أي برلماني من 2005 لليوم، أي واحد طب للبرلمان من 2005 لليوم، شنو اللي قدم لكم يا كشعب من قوانين نصفتكم، من مشاريع فادتكم، من بناء وإعمار للبلد بحيث نشوف أنه أكو واجهة بالبلد نفتخر بها بحيث يستحق أنه تعطي آلاف الدولارات كراتب تقاعدي؟ أتمنى جاوبوني عليها. صباح من بغداد، حياك الله. عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام. طبعا من تأسيس البرلمان العراقي ولحد الآن ما سمعنا أي قرار يعني صب بمصلحة المواطن العراقي الفقير، اللي ذول الدخل المحدود، الناس اللي عاطلين على العمل، الناس اللي ما تجيهم، ما عندهم رواتب ودخل، ولا عندهم أولادهم موظفين. يعني ماكو أي قرار، لا بقطعة أرض، لا بشقة سكنية، لا بمكرمة، لا بدعم لوزارة التجارة في سبيل يسوون البطاقة التموينية، يقدر العائلة العراقية تحتاج منها مثل ما كنا عايشين منها بالحصار، أيام الحصار اللي كانت المواد الغذائية اللي نستلمها من وزارة التجارة مجانا كانت تمشي شهر. الآن هاي الحكومات كلها المتعاقبة والأحزاب الستة الرئيسية اللي جمعوا على ظهور الدبابات ما عندهم أي إنجاز يصب بصالح المواطن العراقي، بالعكس عندهم يعني الطائفية اللي جابوها، القتل، التهجير، التغيير الديمغرافي في مناطق السنة، السجون ملوها بالأبرياء، المغيبين، القتل على الهوية أيام جيش المهدي. فما عندهم أي إنجاز يذكر لهم في سبيل نقول سياسي واحد عراقي برلماني هذا مواطن يعني سياسي شريف، ماكو. يعني ما يمتلكون هاي المادة الشرف اللي مع الأسف عليهم نسم العراق، ونسم أنهم جايين من عشائر، نسم أنهم جايين من مناطق يعني تعاني الأمرين، نقص خدمات وملف الأمني مزري. يعني بقى المواطن العراقي وعائلته من سيء إلى أسوأ، يعني كل ما تيجي سنة أسوأ من اللي قبلها. يعني من 2003 ولحد الآن أكو عوائل يعني قام تأكل حشاها من الزبالة، وحزب الدعوة والمراجع والمعممين نعرف إحنا عوائلهم، والبرلمانيين اللي يحكون بالوطنية هم كذابين، كل البرلمانيين على رأسهم السنة وعلى رأسهم الشيعة وعلى رأسهم الأكراد، كلهم ناس جايين على مصالحهم. والدليل هاي صارهم 4 أشهر مصارعين بيناتهم وسوهم العملية السياسية بالعراق ضحوكة. هذا العراق العظيم اللي كلها كانت هابة قبل 2003 أصبحنا ضحوكة بين بيد مقتدى المجرم القاتل اللي قتل الناس على الهوية، وبين الحلبوسي وبين المالكي وربعة والتنسيقية اللي ولاهم إلى إيران، والمواطن العراقي من فقر إلى فقر أكثر. لا تعيينات، لا خدمات، لا وزارة الصحة يعني واحد يروح يتعالج عندها بصورة إنسانية. يعني ما عندنا كل شيء، كل الوزارات والجسور والطرق اللي كلها بناها المرحوم صدام. شنو إنجازاتكم أنتو؟ شنو أي مصنع طورتو؟ أي جسر بنيتو؟ أي قطارات، نفقات، متروات، كل شيء ما سويتو، مطارات، كل شيء ماكو. المواطن العراقي بالعمارة وبالناصرية وبالبصرة أيضا يعاني الأمرين. هاي المناطق كلها تسبح بالنفط الأسود، وشوف العوائل اللي بيها فقيرة، ناس طلعت على الحكومة من وراء الجوع والظلم تدور وطن، وقتلوهم. منو قتلهم؟ الميليشيات. يقدر واحد برلماني
اخو اخته، ويشر دحكي بالعاميه، اخو اخته وشريف وراضع من صدر امه طاهر، يطلع برلماني سياسي سني او شيعي او كردي، ويسمي المجرمين القتله من حزب الله وبدر والعصائب والنجباء هم اللي قتلهم المتظاهرين بالجنوب، ما حد يقدر يسميهم بالاسم، ما يخافون، لا القضاء يقدر يسميهم ويلقي القبض عليهم. تجار المخدرات اللي دمروا العالم يريدون العالم يريدوهم خدرانين، ما حد يحس بالموضوع ولا حد يطالب بحقوق. هاي المخدرات منين تجينا؟ من ايران. منين تجينا؟ من لبنان عن طريق سوريا وعن طريق تدخل للعراق، واصبحنا احنا محطه. العراق اللي كان يعني ينضرب به مثل بهاي الموضوع، هذا القانون مكافحه المخدرات، اصبحنا يعني محطه للتجاره والاستهلاك والتصدير، وايضا حتى الزراعه. هسه المعلومات يعني شنو انتم من حكومه؟ السيستاني شنو قاعد انت؟ لا تحكي عربي، لا عندك تفسير القران، لا حافظ احاديث، لا تحكي عربي، لا سامعينك، لا نعرف شنو من شكلت الحشد واصبح سكينه خاصره عند المواطن العراقي تنحربينه. شنو انت ما تحل هذا الحشد؟ الميليشيات اللي اصبحت يعني شوكه بعين كل عراقي، اللي يحكي يجون يفقسون عينه. يعني احنا مو دوله، احنا هاي الحزب الدعوه والحزب الاسلامي من يحكمون البلد انتهى. بعد انتهينا احنا من 2003 ولحد الان، يعني الناس تتغدى ما تتعشى، يعني الناس يعني تتحسر. حتى فتره الحصار اللي حاصرونا كل دول العالم وحكام كل الدول العربيه حاصرونا بدون استثناء، يعني ما كنا هيك مجاعة. هسه احنا عندنا مجاعة، مجاعة. هاي المخيمات وصمة عار بجبين كل رجال الدين السنة والشيعة، مخيمات اللاجئين ومهجرين من مناطقهم، واحنا بلد نفطي، احنا بلد كل شيء نستورد وغيره وضرائب تيجي دخل للحكومة، عندنا مخيمات قاعدة بها نسوان وعجايز واطفال، لكن هم جمل على هالشيء هذا، هم جم يدمرون البنية التحتية ويسدون المصانع ويفرهدوها مثل ما فرهدم العصائب وحزب الله وسرايا السلام، فرهدم مصفى بيجي اللي يعتبر هو أكبر مصفى كان بالشرق الأوسط. هم ما يريدونه، يريدون كل شيء نستورده من إيران، وكل شيء نريده من إيران ككهرباء والأمور، ونظل احنا محتاجين لإيران، وهي إيران صاحبة فضل علينا لين دحرنا داعش. أي داعش اللي دحرتوه؟ هو داعش صنيعة أمريكية إيرانية اللي انتو جبتوه، ما كنا قبل نعرف داعش قبل 2003، انتو جبتوهم السياسيين بطائفتكم. شكرا لك أخ صباح، أعتذر منك لكن عندي اتصالات أخرى. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. عليكم السلام ورحمة الله والإكرام. أستاذ أفل، بس تعقيب على كلام الأخ صباح قبل شوية. أقول للأخ صباح لا تعتب على السيستاني، السيستاني هو جزء من العملية السياسية وهو أحد ركائز العملية السياسية. الفترة مالته هي مو لحماية العراق، خلينا نأكد، هي لحماية أنفسهم، لأنهم شافوا داعش فوقهم حماية لأنفسهم وحماية العراق. هذه نقطة. بالنسبة للفقر أستاذ أفن، العراق بلد غني، وعيب على بلد مثل العراق أن تزداد بمعدلات الفقر. فالبلد بلد غني مثل العراق إذا زاد بالفقر فأعلم أنه اللي يحكموه ناس فاسدين. تعرف يعني عبد الرزاق إيش قد نسبة الفقر اليوم بالعراق؟ لا نعم أستاذ أفن، يعني التقارير الرسمية التقارير الرسمية تقول بحدود 40%. إذا سلمنا وقلنا 40% من أبناء الشعب العراقي اللي تعدادهم 40 مليون نسمة، يعني دا نحكي على 16 مليون فقير بالعراق. وهذا خلوا بالك يا أستاذ أفل، بالنسبة لهذا الرقم هذا ترى تخمين، وإلا فقر أكثر. مو قلت لك إذا سلمنا؟ نعم. فاليوم أستاذ أفل، بالنسبة للعراق جاي يهيئون الى نظام طبقي، وهو النظام الرأسمالي، يعني الطبقة الوسطى ما موجودة، يا اما غني بوجود الاحزاب وبوجود رؤساء كده، وطبقة مسحوقة اللي هم الناس، يعني ناس الطبقة الوسطى قضوا عليها يعني نهائيا. ما زال موجود الاحزاب، ما زال موجود المحسوبية والمحسوبية بين الاحزاب، فاعلم انه للبلد نحو الهاويه. بس اريد اذكر استاذ حسين، نعم، مؤسس سنغافوره الاكوان، نعم، ما هو الفرق بين سنغافوره وبين دول العالم الثالث الاسيويه؟
قال الفرق هو احنا نبني دور العلم وهم يبنون دور المعابد. وانت تعرف اليوم العراق ما شاء الله سيد صاروخ وسيد كاروك ومن هالمسميات كثرت ما شاء الله المعابد. الشيء الثاني يقول احنا نصرف الاموال موارد الدوله بالتعليم وهم يصرفونها بالسلاح. وتفضل اليوم كل حزب عنده ما شاء الله كميه من الاسلحه وكانما هو الدوله. الشيء الثالث يقول احنا نحارب الفساد من قمه الهرم وهم يمسكون باللصوص الصغار ولا يقتربون من الفاسدين. فهذا احنا اليوم بالفعل احنا اللي جاي يعني نعيشها بالعراق، يعني الناس اللي يقودون البلد اللي يتحكمون بالبلد هم السراق، هم لصوص، ما لهم اي دخل بالمواطن، ما لهم اي دخل بالبلد. بس جاي نشوف الفقر جاي يكثر، وهذه شوف التعليم شلون انحدر وانهبط، الطلاب جاي يمتحنون بالعراق. اي بلد هذا؟ احنا وين؟ بيا قرن يا عالم. فالمشكله يعني ما زال بقت هذه الاحشاد وما استمر الحكم مالكم. احنا في العراق يعني نحو الهاوي ابد ما ينهض، لانه لا عندنا ناس تخطط ولا عندنا ناس تبني، مجرد سرقات مستمره. يعني انا ولا شوي اطول، كم يوم تقرير وزير النفط عن وزاره النفط، يعني وزير النفط يبني حسب السامع يبني كرفرات مال التواليتات الواحد 150 مليون، يعني بالله. وهذا الكرفان مال المرافق متحرك، يعني 150 مليون بالله عليك، هذا مو يبني لقصر، كيف يبني الفقير يبني وانت تشتري الكرفان؟ يعني من هذا وكيس، يعني اللي يحكمونا ناس سراق لصوص ما عندهم اي دخل بالوطن. فتحياتي لك سابقا. حياك الله اخوي عبد الرزاق. المشكله يعني مثلا اذا اريد اقرا هذا التقرير كله بالكامل، وهو ده يحكي انه شلون صاروا 31% وشلون زادوا الى 40% وشلون زادوا الى 42%، اضافه الى انه يقول لك ارتفاع الاسعار بنسبه 50% بعد انتشار فيروس كورونا وانخفاض قيمه الدينار العراقي امام الدولار الامريكي. هاي الامور كلها راح تزيد من نسبه الفقر في الاعوام المقبله. يعني احنا ده نحكي هسه على 16 مليون، لكن هم ده يحكون بوقت ما الدينار نزل يقول لك بالاعوام الجايه، يعني هسه اكو نسبه زايده، يعني يصيرون 20 و22 و30، وانت بلدك 40 مليون، وبلد غني وبلد نفطي. اردفتهم يا بلد بالعالم نفطي شعبه مثل العراق. ابو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ اسد. حياك الله اخوي، وحيا الله قناه الرافدين، وحيا الله مشاهديها الكرام. سلمك ربي يحفظك الله استاذ اسد. استاذ اسد، يعني بالنسبه لموضوع الفقر اللي بالعراق عندنا، يعني زاد يعني اعداده ونسبه الشعب العراقي زاد الفقر بالعده، يعني بسبب هاي الحكومه. يعني ما معقوله من حكومه سلطه الاحزاب اي قاده من الميليشيات او من احنا ما عندنا رئيس وزراء ولا عندنا رئيس جمهوريه نعتب عليه، نعتب على قاده الكتل والميليشيات. لا في اليوم احد قاعد بخطبه قاعد يعني صرح للشعب العراقي بانه هل ينزل عندكم فقور؟ يا شعب العراقي شو تريدون؟ شو ناقصكم؟ شو عايزين من عنده؟ ما شفنا احد من عندهم مسؤول يفر على مناطق اللي ناس او وضعها تعبان، اللي ناس محتاجه، يعني اكثر الامور اللي تصير عندنا، بس اللي شفنا من عندهم القتل على مود الكراسي يفقدون ابناء الشعب العراقي. خرجت تظاهرات مناطقنا المرتبطه، راحوا كتلوهم، دخلوا داعش، جاب المالكي خلاهم في وسطهم، قال لهم هذول داعش لازم نقضي عليهم. عطى فتوى ابن السيستاني هو اللي عطى الفتوى، هو قاسم سليماني، وهذا كل الشعب العراقي عرفه من اجل انه يقتلون اهلنا وناسنا اخواننا. خلينا نحكيها بصوره عامه، السنه هم القضاء على شعبنا العراقي، يعني حتى قضوا على من الشيعه اخوانهن وناس من المسيح، اخذوا مسلساتهم واخذوا حقوقهم. هذول الناس يعني استاذ هم متعمدين يعني قتل الشعب العراقي ويفكرون يعني بالاسوء. والسبب قاعد بنشوف انه صار 18 سنه، اكثر من 18 سنه لا شفنا معمل انفتح، لا شفنا مصنع، ولا احد من هذول الاحزاب
يعني كل ما هنالك يحكون قضينا على داعش قضينا طيب عدو هم اللي العراق مر بحروب هوايه وشاف حروب وشاف العراق شاف حروب حرب الدوله لا اسلاميه ايران بس كانت الامور عندنا يعني زينه ماشيه وبضرب حصار وكانت الحصبه التمويه موجوده والفقر ما كان عندنا هيك نسبه كان بالعكس الحصار الناس هي اللي استقوت وزادت الامور يعني القطاع العام اشتغل في العالم وهذا الشعب العراقي كله يعرفه يعني بالمواد الغذائيه وكافه يعني الامور الحياه ماكو واحد من عندنا من يعني بذاك الوقت مات من الجوع كل الناس مرتاحه والحمد لله والشكر بالرغم حصار وامريكا ونعلى طلعه على امريكا اللي وصلتنا لحد خلتنا بجدول مليون امثال هذه الاخره غزه الصدر اللي وصلنا هالحاله طيب انتم اذا كنتم مراجع وتحبون تخافون الله ما في يوم رحتوا على اي مو اي من هذول الناس النازحين اللي موجودين هذول شنو ذنبهم؟ اهلنا وناسنا اللي صار اكثر من 8 سنين اللي جفوا الصخر اللي المنطقه مستغليها حزب الله وما يرجعون عوائلهم، شنو ذنبهم؟ انتم من يا مله، انتم من يا الله 12 خلقكم، يعني شنو هاي الاطفال وهاي الشيوخ اللي ناس بالصيف اللي قاعد تستهزم اولادها بالسجن يعني اخذوا يعني ما فيه كفايه حقدهم على الشعب، فهذا الفقر يسبب كثير من الامور هذه، يعني اكثر من نبي 4 ملايين نازع 7 ملايين حسب يعني اللي نعرفه الاستاذ ابل، وصلت الامور ناهيك عن المهجرين اللي هجروا خافوا من هاي الحكومه سلطه الاحزاب خافوا قتلوهم. وناهيك عن الاحزاب اللي موجوده اللي انتمت عندهم هاي الديوله يعني بسبب الفقر والعوز راحت انتمت لهم قاموا من عندهم وبيهم استاذ ابل قام يقدمنا الشعب العراقي هذه النتيجه كل سلطه الاحزاب اللي تحكم المنطقه القضراء فهذول محاسبتهم استاذ ابل محاسبه من الشعب العراقي لان يعني الشعب العراقي كلهم يعرفوا هذول السبب هم هذول السبب اللي دمروا الشعب العراقي وصلوا لها الفقر وصلوا لها الجهر او لا صناعه اولادنا تقتل اولادنا بالسجون ولحد الان لا صار حطوا عفو عام ولا سووا فتي اي مبادره للمواطن العراقي استاذ ابي نعم ندعو الشعب العراقي ان يكون عيد وحده نعم نخلص من هاي الحكومه وتصير ثوره يعني ضد هذول الفاسدين بعد ما نكمل استاذ ابي الشعب العراقي يسوى وانا اشكرك شكرا شكرا لك ابو عمر بالنسبه الى رسائل الواتساب ها هم الشرفاء فقط الذين يبكون على الوطن أما العملاء والذيول يسرقون فقط يسرقون الوطن عفوا يقول العراقي أكرم إنسان في العالم وأحسن شعب ولكن رزقه الله بأتعس حكومة السلام عليكم أخي الغالي الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية اندثرت من قبل المسلمين فخلوا يديهم بيد بعض لقتل وتهجير المسلمين العرب وإلهم قبل المهم العراق من كان الرقم الصعب على هؤلاء من كان الرقم الصعب على هؤلاء أخي أفل أرد أسأل سؤال أشو العالم العربي والإعلام العربي انقلب على الطفل المغربي ريان اللي سقط ببئر ونتمنى له السلامة لكن لاحظ أن القنوات العربية تتابع بحرقة عليه ولا تحترق قلوبهم على آلاف الأطفال الذين يفترشون البرد من النازحين لا نعرف هل هنالك طبخة خلف الشاشات ينتظرون أن تكتمل هل بكت قلوبهم على آلاف المغيبين والمعتقلين الأبرياء لا نعرف رسالة أخرى أخي أفل أو تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين المجاهدة البلد الذي به هادي العامري وأمثال هادي العامري ذيول تابعين لإيران أخي جميع هاي الأحزاب بما فيها الأحزاب السنية والأحزاب الكردية هي عبارة عن لصوص حرامية ولاءهم لدول إقليمية مو للعراق فإذا بقت هاي الأحزاب فقرة على العراق السلام ذاهب نحو المجهول التغيير يحتاج إلى توحيد الشعب العراقي ويقف وقفة رجل واحد بوجه هؤلاء العملاء وشكرا أبو مالك من أمريكا السلام عليكم بعد التحية حكومة المليارديرية وميليشياتها الشعب العراقي أغرقوه في بحر من المعاناة لحرقه بنار العداوة مع إيران للضغط على العراقيين للاستسلام لليهود لتسيطر عليه مستقبلا إسرائيل بوضع حاكم يهودي مستقبلا ولتدعمه جميع دول العالم ليتم السيطرة على العراق بدل إيران معا إبقاء بعض الإيرانيين أو مع إبقاء بعض الإيرانيين مع أعوانهم اليهود جاثمين على صدور العراقيين بعد التخلص من جميع ذيول إيران من العراقيين لأن إسرائيل ستعوضهم بالإيرانيين
السلام عليكم استاذ افل، بالنسبه للفقر هو آفة وبدت تاكل المجتمع، بحيث حتى اهل الخير بعد ما يسيطرون على مساعده الناس المحتاجه، وحسبي الله على الحكومه، والله تعبت الناس والله المعين، وتحياتي لكم. زينه من بابل. مشاهدينا الكرام، تذكرون الارقام اللي قلنا 40% من نسبه 40% من الشعب العراقي، نسبه الفقراء اللي تقريبا من 40 مليون 16 مليون، هاي مو ميدانية، يعني مو صحيحة 100%، لأنه حسب التقارير الرسمية يقول لك آخر مسح ميداني أجري بالعراق سنة 2012، من عشر سنين ماكو مسح ميداني، يعني ما يعرفون نسبة الزيادة السكانية، ما يعرفون نسبة البطالة الحقيقية، ما يعرفون نسبة العمالة العراقية الحقيقية، ما يعرفون ايش قد رواتب الأسرة العراقية، هاي كلها ما يعرفوها. هذا تقديري، هم دا يحجون على شيء تقديري، انه هذا اللي دا يصير اليوم بالشعب العراقي. الطامه الكبرى، هذا دا يصير بشعب بلده يعتبر من اغنى بلدان العالم، مليء بالمعادن، ارضه خصبه للزراعه، بمعامل كبيره جدا، وباشياء ومعادن تقدر تستخدمها وتستخرجها من الارض حتى تستفاد منها بصناعات اخرى، عندك غاز ما يخليك محتاج للغاز الايراني، عندك نفط ما يخليك محتاج انك تستورد بنزين وغاز من دول العالم خصوصا من ايران، وعندك كل شيء. بالمقابل عندك حكومه تقول على نفسها انه هي عراقيه، موقفه كل هذني حتى تستورد من ايران وتعطيها فلوس العراقيين وتظل انت فقير. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم نحب نذكركم انه اذا انت بعدك دا تشوف الشاشه صغيرونه، فانت بعدك على نظام الاس دي. كل اللي عليك تسوي تلزم ريموت التلفزيون على نفس التردد القناه اللي دا تشوفه امامك 10727 افقي، تسوي اعاده بحث، ما يحتاج تمسح القناه، تسوي اعاده بحث، هي تلقائيا راح تصير الى نظام الاتش دي او تتحول الى نظام الاتش دي. فارجو انه تسوون هاي العمليه، لانه نظام الاتش دي او شاشه الاتش دي عندك اذا بعد ما مغيرها 28/2 تتوقف. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده باكر باذن الله. في امان الله.